بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام من صبا برد أرق، ودمع لا يكفكف يا دمشق. مجرمون قاتلون مغتصبون، تولوا أمرك يا دمشق. ليس من الآن، منذ مجيء السفاح حافظ الأسد مرورا بابنه بشار الأسد وسائر هذه العائلة النجسة، حثنا الله سبحانه وتعالى على الدخول في السلم فقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. فعمل الأمة أو بعض الشعب بعكس السلم يكون من عمل الشيطان، وهو ما يفعله هؤلاء القتلة المتربعون على عرش السلطة في دمشق عاصمة الأمويين، عاصمة أكبر دولة في التاريخ من الصين إلى الأندلس. لماذا نحن نريد تأسيس السلم الأهلي بعد هذا الدمار والخراب الذي أحدثه النظام؟ الخراب المادي قليل جدا في إذا قارناه بالخراب الاجتماعي. دأب حافظ الأسد على تخريب المجتمع السوري وتفكيك لحمته، فأنشأ منظمات في ميدان التعليم، طلائع البعث وشبيبة الثورة واتحاد الطلاب، بدأ فيها خطوات بالفساد من أجل تفكيك بنية الهيئة التعليمية. صرف المعلمين الأكفاء واستبدلهم بزمانيته وأزلامه، ففسد التعليم وأفسد القضاء، فعدل قانون السلطة القضائية وجعل 4 من أصل 7 من مجلس القضاء الأعلى تابعين للسلطة التنفيذية، وفقد القضاء استقلاله، وأصبح الدخول إلى جسم القضاء يمر عبر بوابة الحزب وبوابة الأمن، ففسد القضاء، وجاء إلى العسكر فجعلهم جيشا عقائديا، بمعنى ليس جيشا وطنيا، ألزم كل ضابط من رتبة رائد فما فوق، ما يسمونه الفارس أو رتبة فارس، بالانتماء لحزب البعث، مع أنه في قانون العقوبات العسكرية في المادة 151 تعاقب كل عسكري يقوم بالدعاية إلى حزب أو الانتماء لحزب أو تأسيس حزب بالسجن 5 سنوات، والنص قائم حتى الآن. ومع ذلك تحول الجيش إلى جيش عقائدي، ولذلك نحن نشاهد فقط في سوريا الجيش يدخل ليقتل الناس. مرت ثورات عربية في الربيع العربي، تونس، مصر، اليمن، وقف الجيش الوطني حياديا ليس مع السلطة وليس مع الشعب، ورفض أن يقتل الشعب، في حين الجيش السوري أو جيش النظام إن صح التعبير وهو الأسلم دخل ليقتل الناس. ليس من الآن، في عام 1964 في أحداث حماة الأولى، في عام 1965 دخل سليم حاطوم الضابط البعثي إلى داخل المسجد الأموي بالآلية العسكرية
وأطلق الرصاص على المصلين العزل الذين اعتصموا في المسجد احتجاجا على أعمال السلطة. وأحداث الثمانيات في حماة والكل يعرفها. وأخيرا الآن نحن نشاهد جيشا يدمر بلدا بكاملها. الآن أكثر من 60% من سوريا مدمرة. تدمير البنى التحتية والبنى الفوقية والقتل العشوائي والاغتصاب وكل الموبقات يرتكبها النظام. ماذا نفعل؟ نحن إن شاء الله تعالى أملنا كبير في الثوار في داخل سوريا أن يحسموا هذا الصراع. وعلينا نحن كمعارضة سياسية، كأناس سياسيين يعملون في خارج سوريا، أن يضغطوا على كل المجتمعات، على كل الدول، من أجل دعم هذه الثورة التي بقيت حتى الآن ثورة يتيمة. الضغط من أجل حسم الصراع، لأنه أنا في اعتقادي لا يوجد هناك حل سياسي، وإن كان من المبررات أن نقدم حلا، لكنه لا يوجد حل سياسي. الحل هو حل عسكري وامتياز في داخل سوريا. لكن سنفترض أن الثورة انتهت وحسم الصراع وهزم الأحزاب بشار الأسد وزبانيتهم، ما هو العمل؟ الآن لدينا مجتمعا ممزقا، لدينا كتائب على الأرض، لدينا مسلحين كثر. نحن عملنا منذ فترة ليست قريبة على البدء في مسألة العدالة الانتقالية. السلم الأهلي، مجلس السلم الأهلي سيكون من أهم ركائز العدالة الانتقالية في سوريا. نحن نريد أن نحرص على أن يكون هناك سلام بين كل أطياف المجتمع، حريصون على أن لا يجري أي اقتتال أو تحزب أو صراع داخلي في سوريا بين أبناء المجتمع السوري الواحد. نحن نعتقد أن مجلس السلم الأهلي سيشكل الركيزة الأولى في بناء الوطن المستقبل. نريد أن نقيم عدالة مطلقة تحقق لكل امرئ، لكل فرد في سوريا، اطمئنانا على روحه، على أمواله، على أعراضه، على كل شيء. التقيت في يوم من الأيام منذ سنوات طوال بوزير الداخلية في سوريا. قلت له: يا أخي، أنا لا أريد شيئا، أريد شيئا واحدا فقط، أن يكون المواطن السوري الذي يمشي في الشارع مطمئنا على نفسه، أن لا يساق إلى السجن من غير مبرر. لكن مع الأسف الشديد، كل هذه المناشدات التي وجهناها إلى هذا النظام الفاجر الفاسق لم تجدي شيئا. كل محاولات الحوار، أرسلت لبشار أسد 8 رسائل كلها تتضمن يعني رؤية قانونية وإنسانية وفي حقوق الإنسان للمستقبل وتغيير الدولة، لكن لم يستمع أحد. فإذا نحن أمام حالة غير ممكنة الإصلاح، أمام مشكلة لا بد من أن ينتهي هذا النظام بالسقوط. وبالتالي نحن علينا جميعا، كل المواطنين السوريين مدعوون لبناء الدولة، ليس جهة معينة وليس فئة معينة، ولكن كل المواطنين. أنا يعني أعتقد أن الخطوة هذه التي بدأوها في مجلس السلم الأهلي أخونا الدكتور بكار مسألة هامة جدا، وأعتقد أن السوريين يعني في المستقبل القريب إن شاء الله سنعود قريبا كما قال أخي الشيخ معاذ الخطيب إلى سوريا، وسيتعاون الشعب السوري كله على بناء دولة ديمقراطية تعددية تكفل حرية وكرامة المواطنين والفصل بين السلطات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.